عم أولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيده يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم وتحدى ظروفك يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده في بدايه حلقاتنا في الاسبوع الحالي من برنامج الجدعان انا عايز اتكلم عن قانون 152 لسنه 2020 او قانون تنميه المشروعات. قانون عظيم جدا، هو عباره عن حزمه من الحوافز والامتيازات لاصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه والمتناهيه الصغر. مهمته الرئيسيه هو دعم ومسانده هذه المشروعات وتحفيز المشروعات التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي للدولة للدخول في الاقتصاد الرسمي. وخلي بال حضراتكم، ده قانون مليء بالفعل بالحوافز الهامة جدا لكل أصحاب المشروعات، ومن أهمها الإعفاء المكرر من ضريبة الدمغة النسبية وضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، إلى جانب المعاملة الضريبية المبسطة جدا. مفيش دولة في العالم بتعمل قوانين عشان تعفي الناس من الضرائب، احنا مصر بنعمل قوانين مهمتها إعفاء أصحاب المشروعات اللي هم اقتصاد البلد من الضرائب عشان ينجحوا. لازم ندعم أصحاب هذه المشروعات، ده إيمان كامل من الدولة بأهمية مشروع حضرتك. إذن لو حضرتك صاحب مشروع سواء صغير أو متوسط أو حتى متناهي الصغر، توجه فورا إلى مكاتب جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. روح استفيد من مزايا هذا المشروع، ده حقك. كمان لازم تسعى بقوة للحصول على شهادة تصنيف، يعني تصنيف لمشروعك، هل هو مشروع متناهي الصغر ولا متوسط ولا صغير ولا حتى مشروع كبير. في اللحظة دي حضرتك بتستفيد من كل مزايا وحوافز القانون 152 لسنة 2020. مفيش قانون في العالم مماثل لهذا القانون، مفيش دولة في العالم بتتخلى عن ضرائبها. ما تسمعوش الكلام اللي بيقول ان احنا لو عملنا مشروع في الدولة الفلانية الضرائب صفر، الكلام ده غير صحيح او غير دقيق. في ضرائب لازم الدول بتفرضها على المشروعات وخاصة المشروعات الأجنبية. إذن عندنا قانون مميز جدا، هو القانون 152 لسنة 2020، هدفه تنمية ومساعدة أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأيضا هناك قوانين خاصة بالمشروعات الكبرى هدفها تحفيز هذه المشروعات. أيضا هدفنا هو تحفيز القطاع غير الرسمي من أصحاب المشروعات، تعال واستفيد، عندك حوافز عديدة جدا. ده موضوع هام جدا، لازم نطلع على بنود قانون 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهارده في برنامج الجدعان. تشاهدون في حلقة اليوم، فريق الجدعان يلتقي المهندس المخضرم ميخائيل مرقص مؤسس الشركة المصرية الهندسية والمتخصصة في تصميم وتصنيع خطوط وماكينات تغطيس الشوكولاتة والويفر وطواحين السكر وأنفاق التبريد بجودة عالية، إلى جانب ماكينات الهايجين، ويكفي نجاحها في تصدير ماكيناتها لأسواق نحو 92 دولة. شركة مصرية توزع 1000 جائزة على المزارعين، جرارات ومعدات زراعية. النهاردة بنحتفل بمرور 30 سنة وبنوزع 1000 جايزة، صح كده؟ 1000 جايزة عينية و1000 جايزة مادية. دلوقتي هنتوجع مع حضراتكم إلى مدينة العاشر من رمضان، هنزور الشركة المصرية الهندسية اللي أسسها أسطورة تصنيع ماكينات قطاع الصناعات
الهندسية المهندس ميخائيل مرقص. هذا الرجل بيصنع ماكينات في مصر وبيصدرها الأسواق 92 دولة، أسطورة حقيقية. خليكم معنا. المصنع اللي قدام حضراتكم ده فريد من نوعه، لأنه متخصص في تصميم كل احتياجات مصانع الصناعات الغذائية، يعني جميع ماكينات وخطوط تخطيص الشوكولاتة بالكامل وتصنيع الويفر وطواحين السكر والمكسرات والتنكات وكمان الهزازات ومصانع الفول والزيتون المعلب والأوتوكلاف وأنفاق التبريد والمجففات وبسكويت الآيس كريم والسيور وغيرها كتير جدا من احتياجات المصانع، وبجودة تعادل خطوط الإنتاج الألمانية والفرنسية والإيطالية وتتفوق على التركية والصينية. وكفاية إن 65% من خطوط الإنتاج اللي بيصنعها في مصر بتتصدر لأسواق 92 دولة. تخيلوا. المصنع اسمه الشركة المصرية الهندسية مرقص، واللي أسسه في العاشر من رمضان سنة 1992 هو المهندس المخضرم ميخائيل مرقص، 72 سنة، ربنا يديله الصحة، وهو بلا منازع عملاق تصميم وتنفيذ خطوط قطاع الصناعات الغذائية اللي ممكن تشتغل 24 ساعة ما تكلش وما تقفش، وبتكلفة أقل من المستورد بنسبة 60% على الأقل، وبمكون محلي ما يقلش عن 50%. بجد يستاهل هو ورجالته تماثيل من ذهب. المهندس ميخائيل مرقص بيراهن دايما على شباب المهندسين والفنيين، وعنده مكتب هندسي مهمته تصميم الحلول وتحويلها لماكينات وخطوط انتاج لقطاع الصناعات الغذائية، وبعضها بيتفرد بيها عالميا، ودايما بيدخل في منافسات شرسة مع كبرى شركات العالم المتخصصة في الماكينات وخصوصا ألمانيا وفرنسا، وبيحسمها لصالح شركته. تعالوا نقابل أسطورة الصناعات الهندسية المصرية، المهندس ميخائيل مرقص رئيس الشركة الهندسية المصرية. اديت لنا طاقة مش طبيعية، فرحتنا، حسستنا ان احنا نقدر نعمل كل حاجة. احنا بنصنع مكن وبنصدر ل 92 دولة. ايه ده؟ بجد انا فخور بيك وعايز اسمع الحكاية من البداية. ايام ما كنا طلبة، ايام جمال عبد الناصر كان بيدونا كطلبة باسبور 6 اشهر فقط، كنا بنستغل الفرصه احنا واحنا طلبه نخرج ونشوف الدنيا فيها ايه ونتعلم. مش كنت بسافر فرنسا والمانيا؟ ما هو اللي حصل، تعرفت في السفريات دي على الشركه النمساويه دي اللي هو كان الراجل رئيس هاس شوزيف هاس، فتعلمت منه حاجات كتير وطلب مني ان انا اساعده في البيع للمكنه اللي موجود هنا. قعدت بقى نلف ونروح، وكان بيجوا الخبراء اللي بيجوا يركبوا المكنه اللي كنا بنبيعه، بيجوا الخبراء من بره، ودي ساعدتني قوي في البيع. بعد كده في ناس ورش في اسكندريه بدات تقلد وتاخد كوبي من المكن وتكتب عليه اسمها واسم شركه هاس برضه. اكتشفت الكلام ده، ناس بتاخد المكن وتقلده. اكتشفت الكلام ده ولقيت ان انا كده هيضيع سمعه المكن لانه بيكتب عليه اسم شركه هاس. فروحت للناس في النمسا وقلت لهم كده الموضوع ممكن يضيع مننا الاسم بتاعنا، لان الحاجات دي الناس ممكن تيجي في وقت ما تفرقش ما بين التصنيع المحلي والتصنيع اللي بره، فتحوا المشاكل اللي هتحصل معاهم في التصنيع المحلي، فعايز ايه؟ طيب قلت لهم عايز انا اصنع وتدوني بقى الرسومات وتدوني النو هاو واشتغل على صح. قال لي ماشي، وافق جوزيفاس بعود وتسجيل طبعا العقد الوحيد اعتقد في العالم ما حدش بيدي نو هاو بالشكل ده. باشمهندس ميخائيل، ولاد حضرتك هنا من المهندسين والفنيين اللي بيلفوا العالم عشان يركبوا مكن باسم مصر، تعليمك دايما ليهم ايه؟ بتقول لهم ايه؟ بص حضرتك، للاسف مصر ما عندهاش سمعه في تصنيع المعدات، فاحنا قدامنا حاجز نفسي حتى في الدول العربيه كمان. ان ازاي مصر بتصنع معدات فالناس ما عندهاش ثقه في المكن اللي هو ممكن يصنع هنا. انا منبه على الناس اللي عندي ان هم لما هيروح اللي انت هتعمله ده، انا بقول لهم احسن واحد يبيع هو اللي بيركب المكنه، لان العميل يسمع كلام اللي بيركب له المكنه. البياع بالنسبه له بياع كلام، يعني هيتكلم مش هينفذ، انما انت اللي بتقول له عليه انت بتركبه له وبتنفذه قدامه. ما دام بتركبه وبتنفذه قدامه يبقى هو ياخد كلامك انت ثقه، لان الراجل ده والعمال اللي عنده هيقابلوا ناس تانيين وهيتكلموا وهيدوا صوره
يا اخوانا المسبح عندنا مكان من مصر. مكان من مصر ايه؟ لا مكان من مصر ده احنا انتوا تشوفوا حاجه تانية خالص، تعالوا شوفوا. تقول لنا المنتجات اللي حضرتك بتصنعها هنا او المكنات اللي بتصنعها هنا. احنا متخصصين في تصنيع خطوط الويفر والبسكويت والشوكولاته والتغطيه بالشوكولاته والباودر ميكسرز والطواحين، يعني في حاجات كتير احنا بنعملها. طب والفول بقى والخضار اللي بيتحط في كان والكلام ده كله عملت مصانع كده؟ اه فاحنا دخلنا في الخط ده يعني بالصدفه. مهندس كان شغال هنا في العاشر وكان راح يشتغل في امريكانا وخد تشالنج، كان في امريكانا اللي في دبي، لان دي فيها الحكايه ظريفه دي. المصنع اللي هو اصلا من الامارات كانوا عملوا هنا موضوع الكاننج بتاع الفول، لما جم عشان يبيعوا هنا الفول اللي في الكاننج الثقافه المصريه ما كانتش تنفعهم، فالاخر راحوا واخدين المكان كله ونقلوه لدبي وابتدوا يصنعوا. مع الوقت بقوا يصدروا لمصر، فقالوا طيب ننقل المكان لمصر. لما جم يفكوا المكان اللي هم خدوه من مصر لقوا المكان يعني متبهدل، يعني بقاله سنين شغاله وبعدين لما يفكوا هيتبهدل. صحيح. فجابوا الناس بتوع ايطاليا اللي هم مصنعين المكان ده، تعالوا اعملوا شوفوا اعملوا لنا اسسمنت، انتوا تقدروا تعملوا لنا عرض ايه اللي يتجدد وايه اللي يتباع جديد والكلام ده. فجم الناس اللي طالعين قالوا لهم لا كل الكلام ده اترمي في الزباله خلاص، اعمل لكم خط جديد، نعمل لكم عرض بالجديد. طب اعملوا عرض بالجديد طبعا لقوا الرقم. نط بقى المهندس ده قال لهم انا هاخد الموضوع ده على عاتقي. احنا جينا في يوم لقينا الراجل ده جاي وراح جايب لنا كذا كونتينر، لقيت لك مكان كله قديم، اوتوكلافات قديمه وبتاع. ايه يا عم اللي انت جايبه ده؟ قال لنا انت عايز، انا واخد على خلاص، انا وقعت في المشكله وانتوا لازم تقفوا معايا عشان نخلص. ايه الحكايه؟ قال لك احنا انا هنصنع الكلام. وفعلا قعد معانا 4 اشهر مكنه. في الاربع اشهر دول احنا صنعنا الخط كله ما عدا مكانتين اللي هي البانينج دي ما كانش جابها، فجايب لنا صور. طب يا عم انا هشتغل من الصور. قال هنعمل ونحاول مع بعض وبتاع، فاحنا عملناها اللي انا وريتها لك في وعملناها. راحوا طبعا تكلفه الكلام ده ما يعني ما تجيش 1/10 من التكلفه اللي كانوا عايزينها طلعين. فراحوا عاملينه ان هو مسؤول عن ال 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 البرانشز بتاعتهم، الفروع بتاعتهم كلها اللي في العالم، هو مسؤول الصيانه الاول، هو يعني الميكانيكال انجينير، هو الهندسيه الاداره الهندسيه. وراح بعت لنا جواب بالكلام ده وقال لنا انا بشكركم جدا وبتاع، وجاب لنا بقى عميل من دبي يعمل نفس الحكايه نفس الخط نعمله لدبي تاني. خلي بال حضراتكم، المهندس ميخائيل مرقص رئيس الشركه الهندسيه المصريه بيمتلك مخازن عملاقه لكل القطع اللي بتحتاجها الماكينات وخطوط الانتاج من الابره للصاروخ، وفي قسم كامل مسؤول عن ادارتها وتخزين القطع الميكانيكيه او الالكترونيه، سواء اللي بيصنعوها باحدث ماكينات السي ان سي والفريزا والسنتر الجباره والواير كات او القطع المستورده من الخارج، واهمها المواتير وشاشات التحكم الالكترونيه اللي بتتصنع لشركته تحديدا. وطبعا كل قطعه ليها شهاده ميلاد ومواصفات بتتصنع بيها، والمخازن دايما جاهزه لامداد المصممين باحتياجاتهم عند تجهيز اي خطوط جديده سواء للسوق المحلي او العالمي. الفينش بتاعك حلو، انت حتى يعني مش بتحسن للمنتج المصري صورته في الخارج، لا انت كمان خليت الفينش حلو قوي. اذا كنت عايز تروح تعرض وعايز تصدر المكان لازم المكان يبقى يعني. لازم يبقى المكان نفس اللي هو يقدر ياخده من هناك، والا تبقى انت يعني يبقى هيعزي فرق السعر، لانك انت بتعمل شغل حلبسه شغل اي كلام بلد. لكن لما يلاقي المكنه هي نفس الجوده ونفس الفينش ونفس الوضع ونفس المتانه ونفس الاداء بس السعر قليل، ادي الميزه اللي انت حطيتها. حضرتك عملت اللي عليك وزياده، صنعت ماكينات، صدرت العالم، اكبر مصانع في مصر بتاخد الماكينات من عند حضرتك هنا وبثقه تامه انها افضل من المستورد. طب نساعدك ازاي عشان مزيد من الانتشار، عشان مصر يبقى سمعتها في العالم كلها دوله بتصنع مكن وبتصدره؟ انا مش طالب من الدوله غير ان هي تهتم بالاجراءات وبالقوانين، تعدلها عشان تخلق الظرف اللي يخليني اعرف اشتغل وانا مستريح. هدي لك مثال مثلا صغير، انا مش بصنع مكن. انا لما بصنع مكن المفروض زي ما قلنا انا بودي الخطوط بصدر. دلوقتي لما يجي واحد عنده موتور عطل، لو هو هيجيبها من الموتور انا بستنى بعمل اوردر للمواتير بقعد 3 اشهر على ما بعتهولي، هل الراجل اللي بره ده هيقعد 3 اشهر على ما يجيب الموتور اللي انا جايبه لما يروح يجيبه من اللي انا اكيد لا مش هيسيب مصنعه. يبقى انا لازم اكون عندي مخزن ستوك لقطع الغيار ان الحق بيها الناس اجري بيها الراجل. كويس؟ صحيح. لما اجي اطلع الكلام ده يقول لي لا انت المفروض بتصنع مكن يعني ما تصدرش قطع غيار. يا عم طيب انا ازاي هصنع مكن وادي مكن وما عنديش قطع غيار؟ مفهوم ان حد بيصنع مكن
دي مواجهنا في مشاكل كتير قوي. عندك حق. كل الكلام ده لإيه؟ أنت في النهاية بتوفر يعني أي خط بإنتاج أو أي حتى مكنة ببيعها في مصر أنا بمنع استيراد ليها. طبعا. يبقى وفرت عملة، غير أن أنا بطلع وأصدر بجيب كمان عملة، يعني في الاتجاهين أنا شغال. بالمناسبة المهندس ميخائيل مرقص رئيس الشركة المصرية الهندسية بيصمم ويصنع بوابات الهايجين اللي بتحتاجها كل شركات الصناعات الغذائية والدوائية وغيرها لعبور العمال والفنيين والمهندسين لمناطق الإنتاج، وده كان طلب من الشركات المصرية، وطبعا كنا بنستوردها من الخارج. هو باختصار بيحاول بقدر المستطاع توطين الصناعة وتقديم حلول بجودة عالية وتكلفة عادلة للصناعة الوطنية. خليني بقى أقولك على حاجة أنا عايز أستفيد بها شخصيا. أنا عندي مصنع وعايز أبدأ صناعة، أجيلك إزاي؟ يعني هجيب لك منتج وأقولك عايز أعمل زي ده، أجيب لك شكل مصنع شكل مكنة، هاجي أختار من عندك أعمل إيه؟ لا هو فهمني. إحنا اتفقنا إن إحنا بنصنع بالطلب. تمام. فهو بيجيب لي منتج، إذا كان داخل في التصنيع بتاعي اقدر اصنع لك الانتاج. نبتدي بقى نفهم منه، بنعمل له فيه حاجه اسمها كويستيونير كده، املاها بقى بيديني بقى الطاقه الانتاجيه اللي هو عايزها، بيديني المقاسات بتاعته، بيديني نوع المنتج نفسه ايه والكلام ده كله، بيديني البيانات اللي انا عايزها، وبناء عليه انفذ انا اصمم بقى الخط وانفذه اللي هو هيديله المنتج اللي هو عايزه. احنا ساعات بقى اللي ما عندوش خبره اللي هو نيو كامر يعني راجل داخل جديد، احنا بنساعده بقى في الحته دي، نقول تقسيمه المصنع تبقى بشكل كده، شوف الارض بتاعتك شكلها ايه والتقسيمه بتاعتك قد كده، وبناء عليه انا بصمم الخط بتاعي. يعني مثلا لو ما عنديش طول كفايه هضطر الف وارجع الف واعمل ال، فانا بصمم على الارض بتاعته. الشباب المهندسين اللي عندك العباقره اللي احنا قعدنا نسمع منهم ازاي بيصمموا وازاي بيروحوا يركبوا وازاي في العالم كله بيتحركوا عشان خاطر يقدموا خدمات ما بعد البيع لكل صاحب مصنع، شروط اختيارهم ازاي؟ جبت العباقره دول منين؟ اول حاجه ما بقاش يشتغل في حته، اول شغله في حياته عندي. هندسة ايه بقى؟ هندسة انتاج زي حضرتك؟ مش مهم هندسة، ممكن بيجي من معهد، ممكن يعني انا عندي هنا اتفاق مع مبارك كل، بيعملوا معانا اتفاق انه يبعتوا لنا طلبة يعملوا تريننج، فاللي جايين للتريننج دول بيبعتوا لي 20 واحد مثلا، احنا عاملين مدرسة فيه بنقعد نعلمهم الحاجات من ال 20 واحد ممكن من عيننا تجيب واحد او اتنين ونقول له بعد ما تخلص دراستك تيجي. انت بتاعي. اصلك انت لما تلاقي واحد حابب المهنة بعد كده ده بتاخد منه اللي انت عايزه، اما يخش عندنا في السيستم خلاص هو بيلاقي الناس كلها شغالة وبيلاقي الأفكار الجديدة اللي بتطلع وبيلاقي الابتكارات والكلام ده كله، هو بقى بيدي من عنده. تعالوا بقى نقابل المهندس أيمن مطر مدير المبيعات في الشركة المصرية الهندسية عشان نتعرف على أبرز الماكينات وخطوط الإنتاج اللي بيصنعوها. أنا مبسوط بثقة العالم بمنتجاتنا، ومبسوط بإن إحنا مصدرين ماكينات، دي حاجة عظيمة جدا، ده إحنا ولا ألمانيا وإيطاليا والصين. خلينا نتكلم على منتجاتنا، منتجاتنا إيه وبنشتغل في إيه وإيه الخطوط اللي بنفكر فيها؟ احكي لي. الشركة أصلاً كانت شغالة under license لشركة اسمها هاس. إحنا كنا وكيل، كوكيل مصنع بنعمل خطوط الويفر وبنعمل مكملات اللي هو الداون ستريم ما بعد خطوط البسكوت والكيك، بيجي بعد كده مرحلة تغطيس الشوكولاتة، تغطيس اللي هي مكنة الانروبينج ماشين اللي حضرتك شفتها من شوية بتغطس بتعمل كوتة الشوكولاتة، وبيجي بعد كده بيخش على نفق تبريد بملحقات الكلام ده بقى، إذا كان التنكات، تنكات الدبل جاكيت، المكنة الشوكولاتة الطبيعي اللي هي تيمبرينج ماشين. وبعد كده في حاجات تانية، خطوط تانية بنعملها زي المكسرات اللي هو خاص حاجات الخاصة بالبودرات، المكسرات، السفترات اللي هي الهزازات، مناخل، مكان الطحن نفسه زي حضرتك شفته في الاول، مكان طحن السكر او اي، مش لازم سكر، هو بيطحن اي حاجه دراي. بعد كده في مكان الهايجين اللي هو قبل دخول صاله الانتاج، وده كان بيجي من بره، دلوقتي احنا بنصنعه هنا في مصر. في كل سنه تقريبا بنخش في بروتوتايب جديد. اخر اربع مشاريع كبار عندنا حاليا هو في مشروع مع فرنسا، مع روسيا، مع الهند، مع كوريا. روسيا ده اللي موجود هنا ده؟ روسيا لسه موجود ما طلعش، فرنسا طلع، ولسه الناس اللي كانوا بيركبوا لسه راجعين النهارده، وامريكا موجود لسه، وفي امريكا مظبوط حضرتك شفته، مش كده؟ ده المفروض انه خلاص خلصان، ده لسه مع التسليم ممكن يكون كمان شهر او شهر ونص. هل احنا الماكينه بتاعتنا بتفرق عنهم مثلا في فكرتها، في سرعتها، ايه الفرق بيننا وبينهم؟ بالتاكيد احنا عندنا قسم تصميم، وظيفته وليهم رئيسهم مهندس جوزيف، وظيفتهم بيعملوا من وقت للتاني موديفيكيشن في المكان ده، في تطوير. انا شفت عندكم مهندسه ورتني قطعه الشوكولاته لما بنغطسها في المكسرات من فوق ومن تحت. مظبوط. لا انت لازم تسقف لها، لانها بتقول الماكينه دي مش موجوده في العالم كله، احنا بس اللي بنصممها. مظبوط. لا وفي ديزاينات طالعه بتطلع، يعني كان في برضو تصميم طلع قريب
يمكن يرفضوا أي شركة من اللي بتعمل خطوط التخطيص، لأن كان في مرحلة قبليه هي مرحلة توزيع للمنتج. يعني منتج بيطلع أربع صفوف مثلا من مكان من السيجار، ويفر سيجار، المفروض أن أنا أوزعه، ما خدوش على طول أغطسه وبرده، لا المفروض أوزعه عشان ما بقاش بطول في خط الإنتاج نفسه أو في نفع التبريد، فبوزعه بوصله مثلا لحدود 32 صف وبغطسهم وبردهم، وبتيجي مرحلة تانية أن أنا أرجع أفرطهم تاني عشان أخش على مكان التعبئة. فده مش هم مش هيخشوا في الحاجات دي، هو بيعمل المكنة الخاصة بالتخطيص نفق التبريد اللي هو الحاجة المتخصص فيها، لكن مش هيديك حلول لبقية المشكلة اللي عندك. خلي بال حضراتكم، شركة فرنسية كبرى طلبت خطوط تخطيص للبسكويت في الشوكولاتة والمكسرات، وتنافست على الفوز بيها 9 شركات عالمية، وكانت التكلفة اللي تحددت تتجاوز 1,800,000 يورو. لكن المهندس ميخائيل مرقص نجح في تصميم الخطوط بتكلفة 80,000 يورو، واستلمتها منه هيئات تفتيش فرنسية. 8 مفتشين زاروا المصنع عشان يتأكدوا من جودة التصنيع. وبالمناسبة رجالتنا من شباب المهندسين هم اللي ركبوها في باريس، حاجة تفرح بكل المقاييس. تعالوا نقابل المهندس أحمد الحوت، مدير مشروعات في الشركة المصرية الهندسية مرقص، واللي كان في فرنسا بيركب الخط اللي بيعمل تغطية كاملة بالشوكولاتة للبسكويت بالمكسرات وجوز الهند، وكمان درب العمال الفرنسيين على التشغيل. خليني أقول على حاجة، حضرتك لسه راجع من باريس طازة، صح كده؟ من فرنسا. كنا بنركب خطوط تخطيط الشوكولاتة في أحد المصانع الكبرى هناك. بالظبط. انطباعهم عننا إيه؟ إحنا بنصنع مكن وبنركبه هناك بفرق مصرية. تمام. هو في الأول بصراحة ممكن في مرحلة الفات ومرحلة إن هم ياخدوا الأوردر في الأول كانوا، علشان كده كانوا بعتوا فريق كبير ممكن مكون من 9 أو 10 أشخاص عشان يأكدوا إن الشغل والكواليتي في مصر فعلا ينفع إن هي تدخل فرنسا. فبالنسبة لهم إن هم ياخدوا أوردر كبير من مصر بالحجم ده، ده بالنسبة لهم حاجة يعتبر ريسك شوية. فاللي يدي الأدفانتج دي إن شركة زي شركة المصرية الهندسية تاخد السوق ده، إن في البرايس بتاعها كويس، الكواليتي بتاعتها كويسة جدا. إحنا الفيدباك بتاعهم عندنا لما كنا هناك بصراحة يعني كان بوزيتيف وحاجة كويسة جدا، بحيث إن هم يعني ما كانوش متخيلين إن المكان ده ممكن يطلع من عندنا. أنا بتدخلوا في الشغل ولا إحنا اللي بنركب وإحنا اللي بنرتب لهم كل حاجة؟ إحنا اللي بنركب، إحنا اللي بنبرمج. في يوتيليتي كده كده بنكون محددين هل هم لازم يبقى في حاجات معينة جاهزة لنا من قبل ما نروح نركب الخط، بحيث يكون كل حاجة جاهزة في وقت التركيبات اللي أنا ماشي فيه لحد مرحلة التشغيل. دربت الناس هناك؟ بنضرب، لازم بعد ما بنخلص احنا تركيبات بنعمل دراي ران الأول، نشوف شغلنا عامل ايه، لو في حاجة محتاجة ان احنا نعمل لها موديفيكيشن لازم نعمل لهم. بعد ما نخلص ونشغل ببرودكت لازم الناس دي كلها يتعمل لها تريننج، هيشغلوا الخط ازاي، ازاي طريقة الصيانة بتاعت الخط، ازاي يتعاملوا مع الخط، يشغلوا يوقفوا، لو هيفصلوا مثلا وهيمشوا، لا لازم كل خطوة في الخط يكونوا عارفين هيعملوها ازاي. انا اتعلمت حاجة عندكم في المصنع، اتعلمت هنا ازاي تعمل شهادة ميلاد لكل خطوة هتخطيها. بالظبط. مفيش هنا قطعة بتتصنع بتدخل في مكنة يلا متعملها شهادة ميلاد كاملة، العامل ملتزم بيها، عارفين الماكينة دي هتتحرك ازاي وخطوط تصنيعها ازاي او أكيد. مراحل تصنيعها ازاي. اكيد. وفي النهاية يعني انا قلت لك لازم هوريك ده عشان الناس تفهم، المانوال. المانوال تمام. كل ده عشان مكنة واحدة، صح ولا لا؟ بالظبط. المانوال ده كله المكنة واحدة، مثلا عندنا خط ممكن يحتاج 12 مانوال 20 مانوال على حسب عدد المكنة. 20 كتاب من ده؟ وفي 29 على حسب، في 30 على حسب هو واخد كم مكنة. المانوال ده بالنسبة للعميل في الآخر هو بيفتحه بيعرف يعني ايه مكنة، بيعرف قلب المكنة، مرجع ليه في كل حاجة، بيرجع ازاي يشغلها، لو في حاجة مثلا محتاج ان هو يراجعها ممكن بيعبرها، بيبقى عندنا كل بارت في المكنة او كل سبير بارت في المكنة بيبقى ليه زي كود معين، الكود ده مثلا لو احتاج ان الراجل يطلبه في وقت معين بس يرسلنا سواء الافتر سيلز او المسؤول عن المشروع، بيبقى ان هو محتاج الجزء ده وبنتواصل، ونكون عندنا احنا داتا متسيبه سواء في مكتب الديزاين او مكتب التخطيط اللي هو يعتبر بيشرح المكنه بعد كده كل حاجه هتروح فين. اللي قدام حضراتكم دي هي المهندسه دينا امين، مدير مشروعات في الشركه المصريه الهندسيه مرقص، وهي دينامو المكتب الفني، وتخرجت في كليه الهندسه جامعه الاسكندريه سنه 2012، وهتشرح لحضراتكم ازاي بيكتبوا شهاده الميلاد لكل خطوط الانتاج الجديد. احنا هنا شغلتنا نصنع مكان، احنا بتوع مكان مهندسين، فكرنا ازاي نصمم مكان، ازاي نعدل على مكان، ازاي نوجد حلول لاصحاب المصانع في قطاع الصناعات الغذائيه. الكلام ده نترجمه يعني ايه؟ عايز افهم.
بيجي لنا المشروع بيكون العميل عنده مشكلة أو محتاج سوليوشن لمكنة معينة، فبنبتدي نشتغل على المكنة اللي هو محتاجها أو السوليوشن اللي هو محتاجه في حدود إطار مصنعه. بنحط أفكار بالنسبة لكل مشكلة عند العميل وبنحددها، وبعدين نبتدي نشتغل عند على المشكلة دي ونبدأ نطور في المكنة لغاية ما نوصل للعميل لحل يناسبه ويناسب إمكانيات الموجودة عنده. احنا طبعا سر نجاحنا هنا في المصنع ان احنا مش بنشتغل كفرد، احنا بنشتغل كتيم. الشركة المصرية الهندسية بدأت النهاردة دراسة انشاء مجففات الذرة العملاقة اللي محتاجينها على مستوى الجمهورية، وده مشروع بيتنفذ مع المهندس ألفريد محفوظ اللي بيمتلك خبرة بتمتد لأكتر من 50 سنة في صناعة المجففات. من سنين طويلة جدا الحمد لله. وانت حلمك تصنيع المجففات في مصر. أيوه. الخاصة بالمحاصيل الزراعية. ايوه. النهاردة بدأت تصنيع اول شكل للمشروع. أيوه. واللي بيساعد حضرتك المهندس ميخائيل مرقص. التعاون ده هينتج ايه؟ التعاون ده هينتج حاجة تفيد الدولة. يعني انا في مجففات، في احنا داخلين في 3 انواع من المجففات. اول نوع اللي هو يجفف البصل والثوم والكرات والفواكه والاعشاب الطبية والطماطم والفلفل، كل دي ممكن تدخل على تجفيف. فبدل ما بصدرها فريش، لا انا بصدرها جافه، بصدرها تقريبا ب 10% من التكلفه الاولانيه. يعني لو صدرت 10 طن بصل يساوي طن واحد مجفف، فكده انا بساعد المصدر وبزود القيمه بتاعه المنتج. نقدر نعمل مجففات للذره الصفراء محتاجينه طول السنه. احنا عملنا البروتوتايب بتاع بيت النار اللي هو بيطلع الهواء السخن، ومجهزين الرسومات الهندسيه بكل تفاصيلها وجاهزه للتنفيذ فورا لاي منتج. يعني سواء الذره الصفراء احنا ممكن خلال 2-3 اسابيع لو في امر توريد ننفذه فورا. الطاقه قد ايه؟ طاقه في من اول 5 طن ساعه داخل لغايه حتى 20-30 طن ساعه داخل حسب الطلب. احنا عاملين، عارف ان مصر كانت في 2009 الحكومة كانت محددة حوالي 300 مليون جنيه عشان تجيب مجففات ذرة في القرى الأم على مستوى الجمهورية، والمشروع ده اختفى ما عرفش ليه. واحنا جاهزين ننفذه لان احنا عاملين نهاو، احنا مش بناخد نهاو من حد. انا ما بروحش الخواجة بقول له علمني اعمل ايه، قول لي انا محتاج في اليوم 100 طن 200 طن 500 طن، اعملهم لك وانا اقدر. المهندس النمساوي جوزيف هاس مؤسس مصانع هاس للماكينات في العالم دايما بيذكره المهندس ميخائيل مرقص رئيس الشركة الهندسية المصرية بكل الخير، وبيعتبره الأب الروحي اللي غير مساره لأنه منحه النوهاو الخاص بصناعة المكن لما لمس فيه الشغف بالصناعة وخلاه يقدر ينافس الماكينات الألمانية والإيطالية والفرنسية بجدارة. ولسه المهندس ميخائيل مرقص بيسابق الزمن عشان ينتج ماكينات باسم مصر للعالم. تشاهدون بعد الفاصل. شركة مصرية توزع 1000 جائزة على المزارعين، جرارات ومعدات زراعية. النهاردة بنحتفل بمرور 30 سنة وبنوزع 1000 جائزة، صح كده؟ 1000 جائزة عينية و1000 جائزة مادية. دلوقتي مع حضراتكم هنتعرف على قصة نجاح كبيرة جدا في قطاع إنتاج هجن الذرة وتقاوي الخضر والأعلاف. هذه القصة بدأت داخل شركة مصر هايتك الدولية للبذور، استثمار هندي قرر أن يستثمر في قطاع البحث والتطوير في إنتاج الهجن والتقاوي في جمهورية مصر العربية، وعلى مدى 30 سنة قدم العديد من الهجن المتميزة. النهاردة هنحضر معاهم للعام الرابع على التوالي تكريم 1000 مزارع، خليكم معنا.
على مدى أكتر من 30 سنة نجحت شركة مصر هايتك الدولية للبذور في أنها تقدم للقطاع الزراعي المصري هجن عالية الإنتاج من الذرة الصفراء والبيضة وكمان الذرة الرفيعة والأعلاف بخلاف تقاوم مختلفة ومتميزة من الخضر زي الكوسة والخيار. يعني شركة عملاقة وخصوصا لما تكون كل أبحاثها وشغلها لإنتاج البذور في محطتها في مصر. وبالمناسبة شركة مصر هايتك الدولية للبذور في الأصل استثمار هندي في قطاع إنتاج هجن الذرة وبذور الخضر العالية الإنتاج، وأسسها المهندس رامان سيجال، وفي سنة 2016 استحوذت الشركات المالية العملاقة لوركس وهيليوس على الشركة وأصنافها ومحطتها مع استمرار إدارة الشركة للمهندس رامان سيجال خبير إنتاج التقاوي الشهير جدا على مستوى العالم. النهاردة بيحتفلوا بمرور 30 سنة على تأسيس شركة مصر هايتك الدولية للبذور، وإنهم للعام الرابع على التوالي بيوزعوا 1000 جايزة على المزارعين المتميزين في الإنتاج لتحفزهم، والجوائز قيمة فعلاً جرار وموتوسيكلات وأجهزة زراعية وشاشات تلفزيون وغيرها كتير من المفاجآت. تعالوا في البداية نقابل الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيكلمنا عن خطط التوسع الرأسي والأفقي في زراعات الذرة والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الهجن العالية الإنتاج. لما أقف مع الدكتور علاء يبقى أسمع يعني خطة مصر في التوسع في زراعة الذرة الصفراء والبيضاء. بداية لازم نحن نوفر التقاوي المعتمدة والمسجلة والتقاوي المنتقاة اللي هي بتدي إنتاجية عالية ومن مصادر موثوق بها، وتكون هذه التقاوي مسجلة وأيضا التقاوي التي يتم إنتاجها بمعرفة الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة. هناك خطة للتوسع في مساحات الذرة الصفراء والذرة الشامية يقابلها خطة في إنتاج التقاوي المعتمدة والهجن المتميزة ذات الإنتاجية العالية. هل في حوافز للمزارع عشان يتوسع في هذه الزراعات، ولا الوزارة تكتفي بدور المراقب لأي صنف هجن هذه السوق المحلي؟ أقدر أقول لحضرتك النهاردة نظراً لزيادة الأسعار العالمية فبقى الطلب على المنتج المحلي عالي جداً، وبقى في زراعات تعاقدية محصول الذرة دخل ضمن المحاصيل اللي بيتم التعاقد عليها، وده بيكون أكبر ضمانة للمزارع إن هو عنده ضامن لبيع محصوله بمجرد حصاد. ليه دايماً ألاقي مثلاً سعر الضمان أقل من السعر اللي في السوق الدارج في السوق 4-5000 جنيه؟ ليه؟ أولاً عايز أقول لحضرتك إن سعر الضمان ده بيتم تحديده في ضوء مؤشرات اقتصادية وأسعار عالمية ومتوسطات إنتاج، فبالتالي هو بيبقى سعر ضمان فقط وليس سعر التعاقد نفسه، لكن السعر النهائي بيتم تحديده بعد الحصاد وظهور الأسعار ومؤشرات الأسعار، وبالتالي المفروض ما بيكونش فيه فروق الأسعار اللي حضرتك بتقول عليها دي. يجب أن يكون السعر هو سعر عادل يضمن للمزارع الحصول على حقه ومتوافق مع سعر السوق والأسعار المحلية والعالمية. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس شريف المنشد مدير التسويق والبحث والتطوير في شركة مصر هايتك الدولية للبذور، وهنقابله عشان نتعرف على أحدث أصناف هجن الذرة وتقاوي الخضر. تاريخ طويل عمرها بيمتد لأكتر من 30 سنة في مصر. أنا عايز الحكاية، احنا بدأنا هنا في مصر ازاي، ويعني استثمار هندي بيشتغل في مصر في انتاج التقاوي، اشمعنا مصر تحديدا؟ حضرتك احنا شركة مصر هايتك الدولية للبذور شركة تأسست من سنة 1993، وكان غرضها الأساسي هو تقديم أفضل المنتجات للسوق المصري وخاصة من المحاصيل الاستراتيجية زي الذرة الأبيض والذرة الأصفر والسورجم السورجم السودانجي راس اعلاف والسورجم جرين للحبوب. تمام. وبناء عليه احنا كان اول حاجه تبقى عندنا محطه ابحاث زي حضرتك موجود فيها على مساحه حاجه و50 فدان. المحطه دي من اكتر من 20 سنه وهي شغلها الشاغل ان هي تنتج الهجن المناسبه والملائمه للسوق والظروف المصريه. وبدايه باكوره الانتاج كان سنه 2000 تقريبا او 2001، قدمنا هجين فردي ابيض كان اسمه 2010، وقدمنا ورا منه هجين تاني أبيض كان اسمه 2030، وورا منه هجين أبيض فردي برضو كان اسمه 2036. خرج من محط الأبحاث هجن ذرة بيضاء ثلاثية عالية جدا ومتفوقة وبتنافس أقوى الهجن الفردية اللي موجودة في السوق بخلاف هجن هايتك، هجين 1100 هجين 1101. ده بالنسبة للذرة الأبيض. بالنسبة للذرة الأصفر
تاريخ طويل برضو، بدأ من هجين كان اسمه 30-40. ياه ده مشهور قوي. أيوة. وورا منه هجين شمس، ثم تطورنا بعد كده بقى في هوجن شغال حاليا في السوق 20-55 20-66، في هجينين تاني 20-88، ده تقريبا من حوالي 4-5 سنين نزل السوق. 20-90 ده نزل السنة اللي قبل اللي فاتت دي على طول، عملنا لانشنج ونزل على كوميرشال سايز وموجود معانا برضو إن شاء الله السنين اللي جاية. ليه الاستثمار الهندي اختار مصر؟ الاستثمار عشان يعمل فيها انتاج التقاوي او انتاج الهجن. اولا هم الهنود اللي اسسوا الشركه الدكتور سوري سيجال، ده حد عالم كبير جدا في مجال تربيه وتطوير التقاوي الذره تحديدا، فهو كان اساسا اختارنا مصر للاستثمار فيها نظرا للظروف طبعا بتاعتها الملائمه، ونظرا للاقتصاد ساعتها اللي كان مستقر ولا زال الحمد لله ويتطور للاحسن. احنا بالنسبه لنا احنا ما يشغلناش مين الكابيتال جاي منين، ولكن اللي يهمنا احنا ان الريفلكت بتاع الكابيتال ده يعود على الاقتصاد المصري ويعود على الاستثمار المصري، ويدينا اصناف جديده احنا محتاجينها وهجوم جديد. احنا بصفه عامه متبنيين في مصر هنا، وانا شخصيا متبني هذه الفكره، التوسع الراسي اللي هو زياده الانتاجيه في نفس وقت المساحه، ان انا بدي اد فاليو برودكت، انا مش ببيع تقاوي، انا ببيع اد فاليو برودكت، عشان لما تزرع الاوردر بتاع هايتك بتاخد قيمه او عائد اضافي. بالنسبه للخضر عندكم برانش كده او قسم متخصص في انتاج تقاوي الخضر؟ صحيح، وعملنا طفره كبيره جدا وبنساهم بقوه في المشروع القومي لانتاج تقاوي الخضر في مصر. صح كده؟ ده خط الدوله. تمام. بنشارك ازاي؟ فهمنا. عندنا اصناف بتاعه الشركه اوم بريدنج بروجرام هنا للخضار، بيطلع هوجن، في عندنا ثلاث اصناف، ثلاث هوجن كوسه، وعندنا صنفين خيار سوب وصنفين خيار اوبن فيلد، وعندنا سويت كورن، الذره السكري، الذره السكري او سويت كورن، حاجات كتير. يعني احنا بنبص عليها كحاجه استراتيجيه برضو. حضرتك بتقول ان احنا بنستورد 98% من انتاجنا من الخضار، بنستورد التقوي من بره، لا احنا بنشارك الدوله في انتاج الخضار عشان بنوطن صناعه التاج التقوي من الخضار في مصر. احنا قدرنا نعمل حاجه من هنا ونصدرها للعالم؟ احنا بنصدر لدول كتير، احنا بنصدر للجزائر تقاوي، بنصدر لكينيا تقاوي، بنصدر للسودان تقاوي، بنصدر لليبيا تقاوي، بنصدر للاردن تقاوي، في دول كتير بس تايه من بالي، بنصدر لتايلاند، بنصدر للهند تقاوي، سويت كورن ده بنوديه في دول كتيره برضه، بنصدر لشمال اوروبا بعض التقاوي. النهارده بنحتفل بمرور 30 سنه وبنوزع 1000 جايزه، صح كده؟ 1000 جايزه عينيه و1000 جايزه ماديه. ايه شروط المزارع اللي خد جايزه زي كده؟ مالوش اي شرط، احنا عملنا البرنامج اللي هو اللويالتي بروجرام او البرنامج مكافاه المزارعين من 4 سنين بس، بيبقى زي ما حضرتك شايف بيبقى فيه جرار زراعي، ده جايزه كبرى، بيبقى فيه موتوسيكلات، بيبقى فيه شاشات، بيبقى فيه بلانترات، بيبقى فيه سطارات زراعيه، بيبقى فيه سبرينج ماشين، بيبقى فيه حاجات كتير. هو بيعمل ايه عشان يفوز؟ ما بيعملش حاجه، ان هو بيشتري الشكاره وبيفتحها بيلاقي جواها كوبون، يبعت الكوبون ده، بيبقى فيه رقم وبيبقى فيه رقم تليفون، بيتصل برقم التليفون ويبلغهم الرقم اللي لقاه ويكسب، يسجل قصدي في المسابقه، وبعد كده يستنى نصيبه في الفوز او من عدمه. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس رامان سيجال، رئيس مجلس اداره شركه مصر هايتك الدوليه للبذور، هندي مصري ده بجد، واصر انه يتكلم عربي مع المزارعين اللي بقاله 30 سنه بيشتغل لخدمتهم وتقديم هجن عاليه الانتاج من الذره وتقاوي الخضر المتميزه. بجد استثمارات ضخمه في البحث والتطوير، ونجح في ايجاد كوادر بحثيه متميزه داخل مصر. We have seen the company grow from a very humble, you know, small company to a large organization where we have unbeatable team in research, production, marketing, and in the supply chain. One of our biggest challenge always remains to produce the best quality seed based on our research and development in Egypt. We have never shied away investing more and more in research and also in production research to produce our seeds ahead of time to meet the needs of the country. We have distributed in the last 10 years almost 80,000 tons of seed to the Egyptian farmers, and per year almost 400,000 farmers benefit from our crops. We have 10 people in the field at present who are directly in sales, supported by another 10 people who are supporting the sales team. Everybody jumps on the gun and goes to help the farming community. Not that we only sell seed, but we sell
high-tech brand where we have to make it stronger every year. To make it stronger, we work all the company 133 employees to support the farming community. تعالوا بقى نقابل وكلاء شركة مصر هاي تك الدولية للبذور عشان نتعرف منهم على التحديات اللي بتواجه المزارعين وإنتاجية أصناف هاي تك. وحضراتكم احكموا، والبداية مع السيدة أميرة الحداد أدو مجلس النواب ووكيل شركة مصر هاي تك الدولية للبذور في المنيا. جهودك عظيمة جدا في نشر زراعة الذرة الصفراء والبيضاء في محافظة المنيا. عندنا مساحات كبيرة جدا، دي عروس الصعيد في الزراعة. عايز أعرف تجربة حضرتك الشخصية، بتتحرك ازاي عشان تفهم الناس أهمية التوسع في زراعة الذرة؟ بالنسبة لي أنا بختار الصنف الجيد بزرعه عندي في الأرض أساسا قبل ما أدي للفلاح. وطبعا أنت عارف الفلاح يعني بيختار دلوقتي الصنف الجيد. في المواسم اللي فاتت سيادة النائبة حصل زيادات في أسعار التقاوي. تمام، الناس أقبلت بشكل كبير جدا، الطلب زاد على المعروض، الأسعار زادت. تمام، عشان نضمن أن ده ما يتكررش في المواسم اللي جاية نعمل إيه؟ بالنسبة لي الأسعار مش بتفرق مع الفلاح على فكرة، لأنه هو عايز صنف جيد، عايز صنف كويس. طبعا بالنسبة يمكن كانت أسعار شركة هاي تك لو قارناها بأسعار تاني كانت أسعار يعني مناسبة. نتمنى برضو أن تبقى الأسعار مستقرة. الغربية يعني لحمة ولبن، انتوا أكبر محافظة في مصر في إنتاج حيواني، صح كده؟ نعم. مطمنا أخبارنا إيه؟ وإحنا عندنا مزارع كبيرة جدا لإنتاج اللبن ومزارع كبيرة جدا لإنتاج اللحم. طبعاً. وبسم الله ما شاء الله عندنا إنتاج كويس جدا بالنسبة للحم وبالنسبة لللبن، فالمزارع بيحافظ دايما على إن يكون عنده استوك، عنده كمية كبيرة مخزون من السلاك يكفي طول الموسم، فبيبدأ يحصد ويبدأ يخزن السلاك بتاعه ويصلح طول السنة إنه يغذي عليه لحد الموسم اللي جاي. الأصناف اللي بيقبل عليها المزارعين في الهجن، احنا عندنا بعض الأصناف زي 2031 بينتج من 30 لـ35 طن، وهذا الصنف أقوى صنف في الأصناف على مستوى جمهورية مصر العربية في الإنتاج بالنسبة للسلاك. فيه ميزة تانية إن نسبة الذرة إلى نسبة العود قد يكون هنقول 40% أو هنقول 50%، يبقى هو بيعتبر بيأكل علف ما بيأكلش عليقة ملقة، لأن العليقة الملقة دي زي ما احنا عارفين ممكن تكون أي حاجة تانية زي البرسيم زي الدريس زي القش، لكن هو بيأكل علف لأنه بيأكل نصف الإنتاج بتاعه، بروتين عالي الكومة اللي عنده، أو هنقول بمعنى تاني إن هو كل الإنتاج بتاعه بتاع السلاك بيبقى نصه علف ونصه عليقة ملقة، وده بيوفر على المزارع علف، وفر نسبة كبيرة جدا من الفلوس كمان. سوت فيها مساحات كبيرة جدا مزرعة بذرة الصفرة، صح كده؟ والذرة البيضة وكمان الذرة الشامية. النهاردة حضرتك المزارع إقباله على زراعة الذرة الصفرة عامل إزاي؟ إقباله على الذرة الصفرة في الصعيد نظرا للأزمات العالمية، لأن الناس عندنا ملمة وثقافتها ملمة بما يحدث في العالم من اضطرابات في الحبوب واستيرادها ومشاكلها. فالنهاردة يمكن شركة هايتك هي المنتشرة بنسبة عالية جدا، يعني مش هقول عايز اقول نسبة 90% لكن يمكن اكتر. المزارع في اسيوط بيميل اكتر للحبوب ولا السلاج؟ لا، يميل للحبوب اكتر. احنا لسه ثقافة السلاج لسه داخلة عندنا قريب يعني، انما ابتدت تنتشر يعني، لان النهارده حضرتك انت يعني النهارده السلاج مهم جدا جدا فعلا في المشية. فالنهارده انا كصاحب ارض وعندي مشية فانا اعمل سلاج في ارضي، فبالتالي أوفر على نفسي. خبراء مصر هاي تك الدولية للبذور بقالهم 30 سنة شغالين في مصر على البحث والتطوير لهجن الذرة الصفرة والبيضة وتقاوي الأعلاف والخضر، بجد حاجة تفرح. ومحطتهم البحثية ما تقلش بأي حال من الأحوال عن المحطات العالمية اللي بنشوفها في أمريكا وأوروبا. برافو بجد. تشاهدون في حلقة الجمعة. فريق الجدعان يشهد الاحتفال بمشروعات التخرج الخاصة بطلبة كلية الزراعة في جامعة المنوفية واختيار أفضل المشروعات لحصد الجوائز المقدمة باسم العالم الراحل الدكتور فتحي سالم أستاذ أمراض النبات في جامعة المنوفية.